السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للمستوى الثالث إعدادي أقترح عليكم مصدر البول. إذا للتعرف على مصدر البول سنجد مقارنة بين مكونات البلازما ومكونات البول. إذا فعلا الوثيقة التالية تلخص لنا أو جدول يلخص لنا بطبيعة الحال هذه المقارنة بين المكونات كما نلاحظ المكونات الخاصة أو القيم الخاصة بالبلازما والقيم الخاصة بالبول بالجرام في اللتر. أعتدل. إذا كخطوة أولى سنحدد المكونات التي توجد في البلازما ولا توجد في البول. إذا نجدها في البلازما ولا نجدها في البول. إذا لدينا بطبيعة الحال البروتيدات كما نلاحظ غير موجودة في البول. نفس الشيء بالنسبة للدهنيات صفر كذلك بالنسبة للبول إذا وتوجد في البلازما. جليكوز كذلك بطبيعة الحال. إذا فعلا كما أشرنا إلى ذلك الأمر يتعلق بالبروتيدات الدهنيات والجليكوز. ننتقل الآن إلى الخطوة الثانية سنحدد ما هي المكونات التي توجد في كل من البول والبلازما. إذا في هذه الحالة الأمر يتعلق بالماء كما نلاحظ كذلك كلورو الصوديوم أين السائل. لدينا كذلك أملاح معدنية أخرى السلفات أملاح معدنية مختلفة. نعم بالنسبة للكوليسترول نجد فقط ديتراس على مستوى أو نعم ديتراس آثار على مستوى البول. هناك كذلك عناصر مشتركة بين البلازما والبول وهي البولة والحمض البولي كما نلاحظ لكن بتركيز مختلف. سجلوا معي بطبع منذ الآن على أن تركيز البولة والحمض البولي في على مستوى البول مرتفع بالمقارنة مع ما هو عليه فيما يخص على مستوى البلازما. نجد كذلك بعض مختلفات مشار إليه هنا هرمونات فيتامينات صبغات صفراوية إلى غير ذلك. إذا فيما يخص العناصر التي توجد في كل من البول والبلازما الأمر يتعلق كما أشرنا إلى ذلك أملاح معدنية بما فيها كلورو الصوديوم لدينا البولة ولدينا الحمض البولي. ننتقل الآن للكشف عن المكونات التي توجد في البول ولا توجد في البلازما. إذا في هذه الحالة العناصر التي نجدها في البول ونجدها في البلازما إذا سنحدد بطبيعة الحال فيما يخص البلازما العناصر التي قيمها صفر والأمر يتعلق بالنشادر وحمض هيبوريك. إذا فعلا النشادر وحمض هيبوريك هي العناصر التي نجدها في البول ولا نجدها في البلازما فعلا كما يتضح لنا الأمر يتعلق بالنشادر وحمض هيبوريك. هذا يجعلنا نستنتج بطبيعة الحال أن مصدر البول هو البلازما بحيث على مستوى الكلية تتخلص البلازما من مكوناتها السامة خصوصا بطبيعة الحال البولة والحمض البولي كما تبين لنا ذلك وكذلك تتخلص من الفائض من الماء والأملاح المعدنية. الهدف من ذلك بطبيعة الحال هو المحافظة على ثبات الوسط الداخلي. في حالة إصابة الشخص بمرض السكري فإننا نجد ضمن مكونات البول الجليكوز. إذا وجود الجليكوز ضمن مكونات البول فهو بطبيعة الحال يعتبر غير عادي ويدل على أن الشخص مصاب بمرض السكري. نتساءل متى نجد الجليكوز ضمن مكونات البول علما أن تركيز الجليكوز في الدم تقريبا هو 1 غرام في اللتر. إذا عندما يتجاوز تركيز الجليكوز في الدم 1.7 غرام في اللتر في هذه الحالة نجده ضمن مكونات البول تشكل هذه القيمة 1.7 غرام في اللتر ما يسمى بعتبة إبراز الجليكوز. شكرا.